أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما ما أهلها أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها فيها جدار يريد أن فأقام قال لو جئت لت... قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فوجدا فيها جدارا يريد يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا صدق الله العظيم